أنيهاسيو يوروبون هيسلاجل السلام عليكم and welcome back everyone مع نشرة أخبار الكيبوب لهذا الأسبوع. هسا شوفوا قبل ما نبدأ بالعناوين والأخبار اللي فيها فضائح شائعات كوارث اللي رح تصدمكم طبعا، في عندي خبرين رح أبدأ النشرة فيهم جدا مهمين. أول خبر عن فرقة BTS، هسا هو مش عن BTS بل عن إحدى الأرمي اللي جابت أم العيد بسبب BTS. والخبر الثاني عن جيسو من بلاك بينك. بعرف أن الحماس وصل للمليون على مود نبدأ النشرة، لكن ضغطتوا لايك، اشتركتوا بالقناة، نشرتوا النشرة، شو عم تنتظروا؟ right now هسا اضغطوا لايك وانشروها وين ما كان وتجمعوا، لأن بصراحة نشرة اليوم عبارة عن صدمات، كل خبر فيه صدمة أكثر من الثاني، فدعونا ننصدم. بس قبل ما ننصدم بدي بس أعطيكم رؤوس أقلام حول أول خبر عن فرقة BTS. حول تجنيد دخول الجيش، طبعا هو إلزامي على كل شاب كوري، لكن على الفتيات مش إلزامي. إذا الفتاة بدها تفوت الجيش بتقدم طلب بعدين بتم الموافقة عليه. فهمتوا؟ أول نقطة فهمتوها. والنقطة الثانية اللي بدي اياكم تفهموها بأنه الجنود وعائلاتهم بتواصلوا من خلال تطبيق اسمه The Camp. هذا التطبيق بيسمح للجنود وعائلاتهم يرسلوا صور فيديوهات أصوات وبتطمنوا على بعض من خلال الدردشة. كل شي تمام؟ فهمتوا؟ نبدأ بأول خبر. الكل بيعرف بأنه فرقة BTS جميعهم في الجيش، وجميع الأرمي متحمسين يعرفوا أي خبر عن فرقة BTS. وإذ إحدى الأرمي جابت أم العيد على مود تطمن على فرقة BTS، إيش عملت؟ نزلت تطبيق The Camp وعملت تسجيل دخول وقدمت طلب للالتحاق بالجيش، والبنت معهاش خبر بالسالفة. أوكي، فهمتوا أنتوا إيش اللي صار؟ يعني البنت عشان تطمن على أحوال فرقة BTS سجلت انها رح تنضم للجيش من دون ما تعرف. تخيلوا البنت مصدومة، بلشت توصلها مسجات على التنازلي، بقيلك هالقد بتفوت الجيش، بقيلك هالقد بتفوت الجيش. البنت مصدومة خايفة انه انا لا ما بدي افوت الجيش، بدي بس اطمن على فرقة BTS، ايش بصير قاعد ارمي ساعدوني. فيا البنت جابت ام العيد حرفيا، والكل بلش يساعدها وبلش يقولها اعملي هيك ساوي هيك اهربي اعمل حالك ميتة اي شيء. ف يعني فضولها انها تطمن على فرقة BTS خلاها تفوت بمصيبة ثانية. اما بالنسبة لثاني خبر اللي انا متحمس اني اتكلم عنه، اللي انا من اشهر قاعد بخبركم بانه جيسو رح تنشئ وكالتها مع اخوها اللي بعنوان بليسو. واخيرا البارحة اكدت جيسو على حسابها انها انشأت وكالتها الخاصة تحت اسم بليسو. اللي كانوا يقولوا بأن مصادري من الكيس ولا كلمة. من زمان مخبركم بأنه جيسو رح تنشئ وكالتها مع أخوها اللي بعنوان بليسو، خبرتكم كل شيء صح ولا لا؟ من أشهر. فالخبر انتشر البارحة من جيسو شخصيا. أما هسا بدي اياكم تاخدوا نفس عميق على مود نبدأ العناوين وبعديها خبر خبر بالتفصيل. طبعا العناوين جلطة، بس بدي أخبركم بأنه كل عنوان فيه جلطة فيه صدمة. اشتركتوا، ضغطتوا لايك، نشرتوا النشرة، شو عم تنتظروا؟ المهم خلونا نبدأ بالعناوين. طبعا أكيد رح أتكلم عن الأسطورة شاروخان، واللي أعلن بأنه من محبي فرقة BTS لما قال Love you BTS. بعرف بأنه جميع الأرمي مصدومين، بس بدي أخبركم أرمي بأنه شاروخان أصبح أكبر أرمي. وللمرة الثانية وكالة JYP حذفوا ليا من فرقة إيدزي. بصراحة أنا هون مش عارف بالضبط، يعني موقع ليا من الإعراب مش قادر أفهم. ومعجبة عملت أوكي، فهمتوا علي كيف ممكن أنا أقول الكلمة هاي يعني على الهواء؟ اوكي افهموا علي. البنت كانت موجودة بحفل طبعا اللي بعنوان هينتيو ميوزيك اووردز لعام 2024 وعملت على سروالها. يا ربي يا جماعة الموضوع هاد يس، حتى الايدولز شافوا وشموا الريحة. عملت اشي كبير
على سروالها. رح أخبركم بالتفصيل حول هذا الموضوع بالنشرة هاي. والآيدولز كلهم أسبا أيتيز وكل الفرق يا جماعة قرفوا وحزنوا عليها بنفس الوقت، يعني إنه مش المشاعر متلخبطة، هم يبكوا هم يحزنوا هم يضحكوا، إيش في مش قادرين يفهموا. بس عن جد هذا الشيء صار. فضيحة صورة ليهان من فرقة بوي نيكس دور قبل ترسيمه سببت له مشاكل جدا كبيرة. رح أتكلم أيضا عن هذا الموضوع بالتفصيل بس عند الكوريين، بس إحنا العرب الموضوع ترى جدا جدا عادي. أما دي سونغ من فرقة بيج بانج واللي أهان الأسطورة فرقة توني وان لكن تم قصف جبهته من دارا. والخبر البعدي بأنه تم القبض على المغني تشاينو أنه كان بواعد ممثلة أمريكية أكبر منه، وهي الدليل. جماعة أقسم بالله ترى الكارهين يعني مش بس كيس معفن، رح أخبركم حول هذا الموضوع بالتفصيل أنه شو قصة هاي الصورة. ترى فانز تشاينو يعني بعرفوا إيش أو إيش بالضبط عم بيصير قاعد، لكن فعلا انتشر الخبر هاد بشكل كثير كبير على كل المواقع الأخبارية، حتى أنه تشاينو طلع وتكلم عن هذا الموضوع. أنه أنا رح أخبركم خلال النشرة. تم منع عرض أغنية للسرافيم قبل ما يتم بثها بأسبوع. كيف ليش مين ما حداش بيعرف. وشائعت مواعدة تيمين مع مغنية كيوت، وردت فعل الفانز كانت كمان كيوت. ومن اخترع تحدي الرقص على التيك توك هو ايدول كوري زيكو. بعرف انه هسه الحماس مليون على مود نتكلم عن خبر بالتفصيل، ورح ابدا طبعا بداية مع شاروخان. فجميع الارمي بدي اياكم تتجمعوا وتنشروا هاي النشرة والمكان، وايضا جميع الكي بوب فانز بصراحة تشاهدتوا العناوين صدمات. فهسه بدنا نبدا مع خبر بالتفصيل. اشتركوا لايك ونشر النشرة وتجمعوا اوكي. شاروخان الموضوع صار كالتالي، بأنه خلال ترويج شاروخان للفيلم مالته الجديد على نتفليكس، طبعا طلع بإعلان جدا سريع وجدا بسيط وجدا طبعا غريب، لكن الصدمة بأنه لما قال بأنه هو بحب فرقة BTS. هلأ هون الموضوع هاد أصبح ترند، أنه كيف الأسطورة شاروخان أعلن بإعلان بسيط بحركة بسيطة Love you BTS. الموضوع هاد أصبح ترند. ترى شاروخان مش مجبور إنه يقول هاي الكلمة، أو شاروخان مش ناقصه شهرة إنه على مود تزيد شهرته مع الآرمي، لكن شاروخان أعلن إنه هو فعلا بيحب فرقة BTS، واللي تقصد إنه يحط فرقة BTS داخل إعلانه لفيلمه الجديد على نتفليكس. فأنتو نتفليكس أوكي، بعرف إنه هسه الأحرف عندي خاشة بعضها لأنه أنفي سكر، الرشح عندي قاعد ينازع بآخر رشح، لكن الحمد لله طبط. فشاروخان مش مجبور، وياس شاروخان هو أكبر آرمي اللي عمره 58 سنة. وللعلم لما أنا قلت لكم بحب فرقة BTS أكو هواي كارهين فاتوا عندي، أنت يا الشايب استحي على شيبتك، استحي على عمرك، كيف تحب فرقة BTS 58 سنة وطلع قال بحب BTS. أوكي، أما بالنسبة لهذا الخبر يا جماعة أنا مش عارف كيف بدي أتكلم بالتفصيل، فأنتوا رجاء أنا بدي أعتذر قبل ما أتكلم عن هذا الخبر بالمصطلحات اللي بدي أقولها. ترى فيش إشي شكلك بومبوم، بل في أشياء كلها قرف. يا هلأ لما الواحد يفوت على الحمام بيفوت يقضي شغلتين، في الشغلة السريعة وفي الشغلة المش سريعة. أوكي نتفق في نمبر 1 في نمبر 2. نمبر 1 الاشي السريع انه بنزل اشي سريع، نمبر 2 اشي مش سريع اشي تقيل يعني. أوكي فنمبر 2 اشي تقيل. اللي صار كالتالي بأنه احدى الفتيات عملت نمبر 2 على سروالها لما كانت بحفل هينتيو ميوزيك أوردز لعام 2024. كانت موجودة بالحفل بالمسرح وكانوا الايدولز امامها، فالبنت انعجقت وصار اللي صار معها. فطبعا الكل شم الريحه، شاف المنظر خف عقلهم، الايدولز شاف الكل عم بيبعد الكل عم بيزيح، دريو شافوا شموا خف عقلهم حرفيا. شوفوا رياكشن اسبا
وهم بعد رياكشن فرقة 80s لا مش مسموح أبدا يا جماعة. يعني كل الايدولز شافوا وشموا. اللي صار كالتالي بأنه هاي الفتاة حسب ما قالت بأنه كانت كتير يعني لازم تفوت على الحمام right now، لكن بسبب الازدحام اللي كانت موجودة بداخله يعني داخل الحفل وحواليها آلاف الفتيات فما قدرتش إنها تسيطر على نفسها. أنا هون حزنان عليها لأنه هي كانت لازم تفوت الحمام بأي طريقة ما، حاولت إنها تطلع لكن ما قدرت، ما حدا ساعدها، الكل كان قاعد بصرخ ومعجوقين والآيدولز بيغنوا والكل قاعدين بصرخوا يعني مجانين مجانين حرفيا على المسرح. فالبنت فقدت السيطرة وصار اللي صار. نمبر 2 على سروالها، فلما عملت الكل شم الريحة، الكل شاف المنظر، فالكل بعد زي هيك، الكاميرات صفنت انه ايش اللي صار بالضبط، لاعبين ما استوعبوا بانه البنت عملت رقم 2 على سروالها، لاعبين من الايدولز شموا الريحة على المسرح، شافوا المنظر امامهم، خف عقلهم، لاعبين ما استوعبوا بانه البنت يا هلأ. شوفوا الكل اتعاطف مع الفتاة لأنه هي انحطت بموقف جدا جدا حقير محرج، أنه البنت بدها تفوت الحمام لكن ما حداش ساعدها، المكان اللي كانت فيه كان جدا ازدحام، يعني على مود توصل خلاص البنت قالت لك ما رح أوصل، البنت فجأة لقت الأشياء نازلة. فيعني ايش صار بعدها بصراحة ما عندي علم، لكن الكل ساعدها، البعض اللي كانوا هناك طبعا هربوا لكن البعض ستروا عليها وساعدوها وخرجت ونظفت نفسها، لكن هذا اللي صار يا. فهذا الموضوع اللي صار بأن البنت عملت على نفسها يا. لكن الصورة انتشرت، هاي مش هاي شعر كان موجود على الأرض، كيف ليش مين بعرفش بصراحة، لكن هذا الشيء مفبرك، هاي مش الصورة اللي فيها البيبي يعني. ليا من فرقة إيدزي، أول مرة تم حذف ليا لما احتفلوا بأول 20 مليون متابع على إنستغرام. الفرقة نزلوا أو الوكالة نزلوا صورة من دون ليا، فالكل طبعا دخل وهاجم الوكالة أنه كيف تحذفوا ليا من فرقة إيدزي، أو بدنا توضيح حول هذا الموضوع. فجأة الوكالة حذفت الصورة ونزلت صورة جديدة مع ليا، لكن هسا خلال طبعا البضائع الجديدة اللي عم تنزل لفرقة إيدزي من دون ليا، لأنه أكو جولة لفرقة إيدزي كمان من دون ليا، يعني عودة وجولة لفرقة إيدزي من دون ليا. الموضوع هون أصبح فيه إن الكل عم بيسأل أين ليا. أوكي ليا غايبة بسبب مشاكل صحية، لكن كأنه البنت طولت، كأنه البنت مختفي كثير ومن زمان، فلذلك الكل لاحظ بأنه المنتجات الموجودة كترويج لفرقة إيدزي من دون ليا، والكل لاحظ الشيء هاد. صورة تخريج المغني ليهان من فرقة بوي نيكس دور اللي عملت بلبلة على السوشيال ميديا، لأنه استخدم كلمات بذيئة وسب نفسه وسب زوجته على الأطفال اللي بده يخلفهم بالمستقبل. أوكي هو حر، هل هو نزل هاي الصورة اللي كان مكتوب بالصورة أو المفروض أنه ينكتب بالصورة أيام والدك ووالدتك الأسطورية، لكنه غير الكلام لإشي فيه لعني على والدك ووالدتك بالمستقبل لما غير كلمة أبا إلى إيبي، طبعا هاي فيها لعني للوالدين، فهو سب نفسه وسب زوجته على الأطفال اللي رح يخلفهم. طب هو حر، هو حر اتبنى مفهوم جديد بالتخرج، وبالنهاية هو شاب كان مراهق، يعني هو حر، لا سبكم ولا أهانكم ولا كفر ولا سب الدين ولا سب حاله، وانتو مالكم حتى بهاي عم بترك، هو انتو مالكم حر، فلا تركزوا كثير. أوكي الموضوع الثاني ركزوا عليه بالنسبة لديسانج من فرقة بيج بانك اللي أهان فرقة 21. يس أنا هون بعتبرها إهانة لفرقة 21. خلال ظهور ديسانج في برنامج كالت شو على قناة SBS بصراحة الموضوع هون عمل بلبلة،
لما نسأل ديسانغ عن أي من الفنانين التاليين وفقا لمساهمتهم في نجاح وكالة YG اللي اختار آخر شيء فرقة توني وان، يعني بلش ببيج بانج بعدين فرقة ثانية بعدين بلاك بينك بعدين آخر شيء فرقة توني وان، لو هم بعد كان مفروض انه يطلع واحدة من فرقة توني وان وكمان يعني كان ماشي، كان بإمكانه يرفض انه يعمل هاي التصنيفات او يخلي فرقة توني وان مع فرقة بيج بانج كونهم اساطير وكالة واي جي، اما انه يخلي فرقة اسطورية بالاخر انه هدول اخر فرقة ساهموا بنجاح وكالة واي جي. هلأ بالنسبة للكل، الكل ساهم، الكل نجح، لكن بفترة كل واحد نجح بفترة زمنية اللي كان موجود فيها، فالموضوع طبعا كبر. مين دريت فيها؟ دارا إحدى عضوات فرقة 21، بس ما سكتت. إيش قالت دارا؟ دارا قصفت جبهة ديسانغ لما قالت بأنه ترى الموضوع بعرف بأنه فقط للترفيه لكني مستاءة، ورغم أني أنا قابلت ديسانغ لكن ما قدرت أني أتجنبه، وفصناعة الترفيه تعتبر صناعة ترفيه، لكن في الواقع بيج بانج 21 إخوان، لكن على الأقل بأني أنا وحدي قدرت أن أحط مصاعد داخل وكالة YG، وعلى الأقل بأنه فرقة 21 بنوا أول طابق داخل وكالة YG. فقالت لديسانغ بوم، إحنا أقل ما فيها عملنا وأسسنا الوكالة بعدين أنتوا عملتوا وكبرتوها، لكن مين أسسها؟ فالعمار من دون أساس ما بيكبر، أي عمارة أي مبنى من دون أساس ما بيطلع، بتأسس بعدين بصير تبني، فهم أسسوا وأنتوا بنيتوا. هيك كان ردها. ديم دارا عن جد قصفت جبهة ديسانغ. أوكي، بعرف بأنه هذا الخبر رح يعمل صدمة لفانز فرقة أسترو، تحديدا فانز تشانو، لأنه تم القبض على تشانو بواعد ممثلة أمريكية أكبر منه بأربع سنوات، وهي الدليل الثقة مليون، هاي الدليل. اللي شاف كليب تشانو الجديد اللي بعنوان ستاي عرف بأنه هاد لقطة من داخل المشهد، من داخل الام في، هاي اللقطة الرومانسية اللي جمعت تشانو مع الممثلة انديا آيزلي اللي كانت موديل معاه بالكليب. يا هاد مش تم تسريب ولا انه فضيحة ولا انه كارثة، هاد مشهد من داخل الكليب، كونه تشانو اول عودة من فرد له طلعت هيك شائعة، والمشكلة بانه الموضوع وصل لتشانو حتى انه طلع ونفى الموضوع، قال الجماعة هاي يعني موديل موجود معي، يعني البنت شفتها، البنت عجبتنا اخترناها طلعت معنا بالموديل، يعني طلعت معنا كموديل بالكليب مثلت معنا وذاتس ات، خلص احنا اصدقاء ذاتس ات، صار في بناتنا تناغم داخل الكليب، انتهى الكليب انتهت البنت، خلاص البنت اختفت من حياته ذاتس ات، احنا مجرد اصدقاء. طلع وقال بالفيديو، شوفوا تصريحه انتو، الشاب يحرام مصدوم انه ايش بتنشر انتو قاعدين، ترى هذا المشهد من داخل الكليب، ايش القبض ومتجوز واربع اطفال وزوجته حق ايش في ايش في. وبالنسبه لفرقه للسرافيم واللي اطلقوا ثالث البوم مصغر من الفرحه، قناه كي بي اس منعوا بث اغنيه ايزي قبل ما تنزل باسبوع، والسبب خطر التقليد. هلا كيف انه يتم منع بث الاغنيه قبل ما تنزل باسبوع واكتشفوا بانه فيها خطر التقليد؟ انا هون مش فاهم خطر تقليد شو، مش فاهم. لو تتذكروا قبل كم سنه تم منع اغنيه او تم منع بث اغنيه Kill This Love على قناه كي بي اس بسبب انه روزي مش حاطه حزام امان، وهم بعد اغنيه وايف لجي ايدل تم منع بثها على قناه كي بي اس لانه فيها الفاظ فاضحه، وهم بعد اغنيه ايزي لفرقة للسرافيم تم منع بثها قبل ما تنزل بأسبوع، تخيلوا، لأنه فيها أشياء يعني خطر التقليد. خطر تقليد شو بالضبط؟ نفسي أفهم، يعني خطر تقليد اللبس، الرقص، التحدي، الستايل، إيش فيه؟
فيش إشي فيه خطر تقليد إنه أنتوا كيف قررتوا. طيب شاهدوا الأغنية بعدين قرروا إذا فيها إشي فيه خطر التقليد. بدنا خبرونا وين خطر التقليد، بدنا نفهم. هلا أوكي كيل ذيس لاف خبرتونا بأنه روزي مش حاطة الحزام الأمان، أوكي مشيناها رغم أن الموضوع يعني واضح داخل الاستديو. أوكي أغنية وايف فيها ألفاظ فاضحة، أوكي مشيناها، لكن إيزي خطر تقليد شو بالضبط؟ ما حداش فاهم. هلأ بالنسبة لعودة فرقة السرافيم انقسمت إلى قسمين، قسم اللي كان مع العودة هاي شافها إشي كثير حلو، لكن القسم الأكبر اللي كانوا مش مع العودة، يعني شافوا بأنه العودة لا تليق بمستوى فرقة السرافيم، يعني لا كلحن ولا كستايل ولا كرقص ولا كأجواء ولا كإخراج ولا كأي إشي. شافوا بأن الأغنية عادية، إنه أوكي عادية لكن مش أغنية رئيسية بالألبوم. فأنا بصراحة ما بقى أنا عجبتني، بصراحة أنا عجبتني، لكن أنتوا هل مع الشهاد أو ضد إنه الأغنية لا تليق بمستوى فرقة السرافيم؟ كما أنه هالأسبوع انتشر خبر مواعدة تيمين من شايني والمغنية أو الدانسر نوزي. هلا الخبر هاد انتشر بشكل كثير كبير على السوشيال ميديا بسبب أنه أكو فتاة عمرها 17 سنة نشرت الخبر هاد وعملت بلبلة طبعا على السوشيال ميديا، لكن فانز تيمين متقبلين الواقع أنه الشاب عادي، الشاب عمره 30 سنة كبير ناضج. هم بعد فانز نوزي متقبلين السالفي بأنه البنت كبيرة عمرها 28 سنة أنه عادي جدا، فماكو أي بلبلة كأنه لا وإحنا بدناش نو. الكل متقبل السالفي، لكن أنه بنت عمرها 17 سنة تنشر هيك شائعة، طيب كيف ليش مين البنت أنها اكتشفت بأنه تيمين بواعد الدانسر أو المغنية نوزي؟ لأنه أكو حلق مشترك بين تيمين ونوزي، أوكي، وأكو خزانة ملابس مشتركة بيناتهم ومظهرهم ومواقعهم، يعني حرفيا المصدر كيس معفن، والبنت عمرها محترمة لها عمرها 17 سنة، فرجعا التهي بشي ثاني بيكون أفضل لك. وبالنسبة لآخر خبر معنا لليوم، مين اللي اكتشف ونشر تحدي الرقص بين جميع الآيدولز؟ هو زيكو مع أغنية أني سونج. يس بعرف بأنه الكل متذكر التحدي هاد اللي كل الآيدولز شاركوا فيه، وزيكو من هاي اللحظة من لحظة التحدي أني سونج انتشر إشي اسمه تحدي بين جميع الآيدولز، لدرجة أنه طلع زيكو ببرنامج Point of Omniscient Interfere على قناة MBC الكورية، طلع وقدم اعتذار لكل الآيدولز على القلق والتوتر اللي خلقه بين جميع الآيدولز. كيف؟ ليش؟ مين؟ حابين تعرفوا؟ أوكي ضغطوا لايك، نشرتوا النشرة، ممتاز. هلأ بالسابق كانوا الآيدولز مثلاً بجهزوا للكومباك، العودة مالتهم، بجهزوا الأغنية، بتدربوا على الرقصات وبس، هذا اللي بصير، تنزل الأغنية، تنزل التدريبات الرقص وذاتس إت. لكن حالياً من بعد ما نزل زيكو تحدي أغنية أني سونج، أصبحوا الآيدولز بنزلوا الأغنية وتحدي الرقصات للأغنية، وبشاركوا كمان تحدي الرقصة مع آيدولز ثانيين من فرق ثانية، يعني إنه الآيدولز بيحفظوا رقصتهم ورقصة الآيدولز الثانيين، يعني هو عمل بلبلة بين جميع الآيدولز، يعني أنا مش بس أحفظ رقصتي ورقصة غيري وغيري 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 عشان أشارك مع فلان وفلان وفلان وفلان. فهو خلق حالة توتر بين الآيدولز، أصبح في إشي اسمه يعني كثير تعب كثير جهد، إنه مش بس عودة وتحدي رقص وتشالنج وأشياء كثير بيعملوها الآيدولز، كله بسبب زيكو مع أغنية أني سونج. فهو طلع ببرنامج هاد واعتذر للكل وقال بأني أنا آسف إني صنعت هذا الترند، فأنا بدي أعتذر من كل شخص عم بتعب لأجل الشهاد، لكن لو بإمكاني أرجع كان ما عملت التحدي هاد، لكن شي وصار للأسف. لكن بصراحة
الكل مستمتع بالتحديات هاي، سواء الايدولز او حتى الفانز مستمتعين بالمشاركة بأنه الفرقة هاي مع الفرقة هاي، الفرقة هاي مع الفرقة هاي، وظهور الايدول هاي مع الايدول هاي. يعني في اشي اسمه صار في بتقربوا اكثر من بعض، صار في انه الفانزات صاروا يحبوا بعضهم، فانز الفرقة هاي والفرقة هاي من بعد التحدي هاد. فزيكو من ناحية الإيجابية انت عملت اشي بيقرب الايدولز وفانزاتهم مع بعض. للأسف النشرة انتهت، لكن أخباري لسه ما انتهت. أكو مجموعة أخبار جديدة تبكي وطلتم بالزاوية وين بالنشرة القادمة. وما تنسوا أكو مجموعة نشرات موجودة هنا بإمكانكم تشاهدوها، وأنا بدي أعتذر من الجميع إذا كان صوتي شوي سريع أو تعبان أو مريض. يا مريض، أنا مريض، أنا صار لي 10 سنة مريض، نفسي أطيب، يعني بطيب بمرض، بطيب بمرض، بطيب. This is فصل الشتاء، بعمل لي توحد، شلل، مرض، كل يوم بمرض، كيف ليش مين بعرفش، بدفي حالي بمرض. فأنا بحب الصيف يا جماعة، الصيف بكل مساوئه حلو، أقسم بالله أنا جوي الصيف. لكن الشتاء شو بالنسبة أنتو؟ أنتو أجواءكم الشتاء والمطر إيش بالنسبة؟ كل مرض ورشح وإسهال من مناخير، إيش فيه؟ ارحموني يا جماعة. الحمد لله على كل شيء، لكن الصيف كيف؟ الصيف يا جماعة خلاص. المهم ضغطوا لايك، نشرتوا النشرة، اشتركتوا بالقناة، مشان الله شو عم تنتظروا يا جماعة؟ جننتوني، ألطم ألطم. خلاص بشار اهدى، نشرة انتهت، وما تنسوا نشر نشرة على السوشيال ميديا والضغط على زر لايك، اوكي، وايش كمان ضل؟ اشتراك بالقناه. سو سي يو نيكست فيديو، انيو لايك. Thank you.